دي مستشفى مهمة جدا لكفر الشيخ على وجه التحديد، كفر الشيخ لان هي اكثر اصابة بهذا المرضين الاثنين دول. احنا بقى عايزين نعمل حملة كبيرة، نفسي بقول لحضرتك عن تكتل ابناء كفر الشيخ في القاهرة زي التكتلات اللي بتحصل لجمعيات تانية، نقول فيها ان احنا اولاد كفر الشيخ. شوف العدد اللي عندك من الاعلاميين، من الفنانين ومن عندي الاعلاميين بيقدروا يهدوا الدنيا، ونجيب تبرعات لقوم ده ونصلح حاجات كتير في البلد. ما يلا بينا نعمل ده والله العظيم. والايمان الجميله دي المش بشوش دي تبقى معانا فنانه جميله، هتخلي الناس تيجي كده تتبرع بقلب مفتوح وبحب. هنيجي وهي كامله باذن الله ان شاء الله. طبعا في جهات تانية قالت هتحط الاساس اللي جوه اللي هو التجهيزات والاجهزه والحاجات دي فيها، بس قالوا سلمونا المبنى كامل. بعد كده احنا هنحط الاساس وكل حاجه بعد كده. اتفضل على مهلكوا بقى، على مهلكوا. طبعا احنا النهارده محافظه، يعني عشان نقول الصحه في مصر عامله ايه. الصحه في مصر متدمره بفعل في مصر كلها من فتره طويله، ولكن في كفر الشيخ بصفه خاصه. تخيلوا ان المستشفى الوحيده اللي كانت في محافظه كفر الشيخ انشئت سنه 1966 على 400 سرير بس. احنا عندنا في محافظه كفر الشيخ كل 105 مريض لهم سرير واحد. يعني هذه المشكلة والأزمة ما مش شايفينها حتى في أدغال أفريقيا. مأساة فعلا. فإحنا النهاردة المأساة اللي إحنا بنعيشها والوضع الطبي السيء اللي إحنا بنعيشه، فما كانش قدامنا غير إن إحنا نجيب الفنانين الكبار بتوع مصر اللي هم محبين لمصر، اللي بيجروا ورا انتماء مصر بشكل أو بآخر، وهم بيتبنوا شعار هنبني مصر. بالرغم إن إحنا عندنا النهاردة مستشفى الأورام ديت هيكون فيها ما يقرب من 800 سرير، وعندنا مستشفى الجامعة فيها أكثر من 450 سرير، ومع ذلك بنناشد كل القلوب الرحيمة في مصر كلها. وعندنا النهاردة الأساتذة الأفاضل هيتكلموا على المنظر اللي هم شايفينه اللي احنا مش عارفين نكمله. المبنى ده لحد النهاردة محتاج 74 مليون جنيه، لم يتم من التبرعات أكثر من 16 مليون جنيه. وفي نفس الوقت احنا مش هنقعد في هذه المأساة. الحكومة تشكر ان اديتنا الارض ديت عشان نبني مستشفى الاورام. احنا النهاردة عندنا نسبة الفشل الكلوي والكبد في مصر في كفر الشيخ تحديدا تجاوزت المراحل الكبيرة، ومع مراعاة ذلك ربنا اكرمنا برئيس الجمهورية مصرف كوتشنر اللي هو مازال لحد النهاردة مصدر للامراض قدام رئيس الجمهورية. محافظة كفر الشيخ طول عمرها معروفة انها محافظة الخير، اشهرها طبعا الرز والسمك، وغير كده ان في فعلا رجال اعمال كتير قوي خيرين هنا في كفر الشيخ. انا اثق جيدا ان هم فعلا لو عرفوا هيكملوا المبنى ده، والمبلغ الباقي ده هيستكمل من ابناء كفر الشيخ بشكل قوي جدا. احنا طبعا هنعمل اللي علينا بخصوص احنا كفنانين ان احنا ندعو الناس للوقوف الى بجانب المبنى دوت لاستكماله في كفر الشيخ، لان المرض ده تفشى في جميع البلاد، فبيتمنى مقاومته في كفر الشيخ وباقي البلاد. وطبعا رئيسنا الجميل الفريق عبد الفتاح السيسي على ما اعتقد انه مش هيسيب حاجه زي دي. لازم يكون في صندوق كبير، مش بس رجال الاعمال اللي يحطوا فيه فلوس، لا كل واحد ان شاء الله جنيه واحد، طفل صغير من مصروفه جنيه واحد. لازم نحس الاطفال من صغرهم على انهم عندهم مطره العطاء. في التوقيت ده بالتحديد بيتعاظم دور المجتمع المدني والجمعيات الاهليه. الجهات الرسميه يعني في التوقيت ده بتبقى مشغوله باشياء اخرى كثيره جدا وعبء ومسؤوليات كبيره جدا عشان نعبر بالبلد من مرحله لمرحله. في مسؤوليات خارجيه وداخليه وفي امنيه وعسكريه وسياسيه وحاجات كتير قوي.